الاحترازية للحيلولة دون وصول الفيروس للأراضي المغربية. في هذا السياق عبأت السلطات الصحية على مستوى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كما يظهر في الصور 4 وحدات صحية لمراقبة جميع الرحلات المشتبه بها. رفعت السلطات في المطار حالة التأهب تماشيا مع ظهور الفيروس الجديد سيرا على نهجها في كل مرحلة تظهر فيها فيروسات وبائية من هذا الشكل. وتأتي هذه الترتيبات في إطار إجراءات تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية الذي أعلنه المغرب يوم أمس بهدف الكشف المبكر عن أي حالة واردة للإصابة بهذا الفيروس والحد من انتشاره. كتوفر المصلحة الطبية لمطار محمد الخامس الدولي على 4 وحدات، وحدتين في المحطة رقم 2، وحدة في المحطة رقم 1، وحدة في المحطة رقم 3. وهاد الوحدات كتوفر على قاعتين للعزل بالنسبة للحالات المشتبه بها، كيفما كان نوع الإصابة، كتوفر على مخزن الأدوية الاستعجالية وكذلك مخزن للمعدات الطبية الخاصة بالأمراض المعدية أو الأمراض الوبائية. وكتوفر هذه الوحدات كذلك على طاقم طبي كيتكون من أطباء أخصائيين في الاستعجال وضباط الصحة اللي هما مفتشين صحيين وممرضين. وكذلك كتوفر قاعة العزل على وحدة متنقلة للعزل ذات ضغط سلبي. وكنتوفر كذلك على 4 سيارات الإسعاف اللي 24 ساعة على 24 ساعة في حالة ما إذا تم أخذ القرار بإرسال المسافر المشتبه به إلى مركز صحي معين من طرف وزارة الصحة.